بالصحة. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يعزك. شكرا جزيلا على اعطانا الفرصة للقائك. الله يسلمك. أنا سعيد بهذه الزيارة. الله يسلمك. مرحبا بك. مرحبا بك. تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس وبلغنا فخامة الرئيس تعزية فخامة الدكتور برهم صالح ودولة الرئيس عادل عبد المهدي بوفاة الرئيس الراحل القائد السبسي رحمة الله عليه، وبلغنا تعازي الشعب العراقي إلى الشعب التونسي، وأيضا تباحثنا مع فخامة الرئيس، أعطيناه فكرة عن اللجنة المشتركة بين العراق وتونس، وأيضا التعاون المستقبلي بين العراق وتونس. نحن نطمح لأن تكون هذه العلاقات علاقات قوية إن شاء الله في مجالات، خاصة المجالات المهنية والتقنية، وإن شاء الله أيضا التعاون في المجال الأمني والمجال السياسي. لقاء مثمر مع فخامة الرئيس، وأيضا كان لقائنا مع رئيس الحكومة جيد ومثمر، وتباحثنا فيه في العوامل المشتركة والقضايا التي تساعد البلدين وتقوي أواصر الشراكة والبحث في هذه المشتركات. نتمنى لتونس انتخابات ناجحة إن شاء الله وتسليم سلمي للسلطة، ونشكركم جزيلا. شكرا جزيلا.